بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نجهز لكم خلطة العسل بغذاء الملكات والعكبر والجنسنج وغبار الطلع وطلع النخيل من المنحل. هون المنحل بجبال قيصري على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر. وإن شاء الله فيهم الصحة والعافية، عسل طيب وأصلي إن شاء الله. والخلطة بتتكون من العكبر، المطحون، حبوب اللقاح، غبار طلع النخيل، جنسنج كوري أحمر شرش مطحون، بذور الحبة السوداء حبة البركة، غذاء ملكات النحل الفريش طازج، عسل الصنوبر، عسل أزهار برية جبلي، عسل أزهار متنوعة، وعسل السدر. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما حطينا العسل بنضيف المكونات اللي هي العكبر البلدي، حبوب اللقاح، غبار طلع النخيل، جذور الجنسنج الكوري الأحمر المطحون، وحبة البركة، ونخلطهم بالإضافة مع غذاء الملكات. هلأ هيك المكونات صارت جاهزة. طبعا غذاء الملكات بيفسد من دون فريزة، أما العسل بيحفظه. هلأ بس باقي نخلط. الخلطة مفعولة شفائي علاجي، مفيدة جدا ومجربة. وهي قوام الخلطة. خلطة منشطة، علاج لعدة أمراض. واللي بيعرف فوائد غذاء الملكات والعسل بشكل عام بيعرف قيمة هاي الخلطة. حياكم الله وبياكم. أنا بدي أشلح لباس النحل، شوفكم يعني وتشوفوني. بسم الله، حياكم الله. زبائن محل غذائيات المونة بالفاتح اسطنبول تركيا. من المنحل مباشرة جهزنا لكم خلطة العسل بغذاء الملكات، وأهلا وسهلا بكم، خدمتكم شرف لنا. هون منحلنا رح نقطف لكم العسل الجبلي، مرعى الزلوع، مرعى زعتر، مرعى متنوع في أزهار متنوعة، تبارك الرحمن فيما خلق. حياكم الله وبياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.